بالنسبه للمقادير ديال الحرشه فسبق لي بارطاجيت معكم. حنا غنعمل غير حرشه صغيره في المقلاه. هنا كنحتاج انا غندير غير وحده صغيره. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. غادي نحتاج هنايا سميده رقيقه، غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجن، معلقه صغيره عفوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات بيكل باودر، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال السكر، ونحتاج تقريبا ملعقه كبيره حتى جوج معالق ديال الزيت النباتيه وماء دافي باش غنجمع الخليط. اذا اول حاجه غنضيف الزيت، غنبسبس هاد السميده، غنضيف كذلك السكر، الملح، وغادي نبقى ندير لها هكا بالاصابع ديالنا. تقريبا انا هنا عندي 200 غرام ديال السميده رقيقه ديال الحلويات. الان غنضيف خميره وغادي نحاول نجمعها بالماء. غادي نضيف خميره ديال الحلويات فما كنحاولوش نعجنوها، كنديروها هكا بالاصابع. كما كنعرفوا فان السميده كتشرب الماء. غادي نخليها ترتاح 10 دقائق عاد نمر الطاو ديالها. دابا بعد ما عندنا مرات لي 10 ديال الدقائق غادي ناخذ الزبده وغادي نحاول ندهن المقلاه، مقلاه ثقيله او اي مقلاه عندكم. غندهن المقله مزيان بالزبده، باش تكون بحرارة المطبخ. انا دغيا دابت ليا المقلة كانت سخونة. غادي نعمل السميده الرقيقه، نغطي هاد كيف كنديروا المول ديال الكيك ملي كنديروا كنرشوا بالطحين. هادي كنرشوا حريشه ديالنا وغادي نبقى ندير لها هكا تاخذ على ما تاخذ الشكل او لا فورم ديال هاد المقلات. فوق نار متوسطة حتى تنضج لي من هاد الوجه الاول. كنعملها فوق نار متوسطة وغنخليها حتى ينضج الوجه الاسفل ديالها عاد غنقلبها. غير تتشد في وجهها شوية فتنقلبها على الوجه الثاني
كنعملوا شي غطار ولا شي حاجه باش تساعدنا نقلبوها فوقها. وبالنسبه للوجه الثاني فكياخذ مده اقل في الطهو بالنسبه للمقارنه مع الوجه الاول. مره غادي نقلبها باش تنضج حتى من هنا. اذا بالنسبه للشكل النهائي ديالها فكيجي على هذا الشكل. اما تقدموها هكا، بالنسبه لي انا فغنقطعها مثلثات. بالنسبه للطريقه اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو هي ديال البيض بالحليب، الا جربتوها غتبقاو ما غتستغناوش عليها، كتجي غزاله بزاف بزاف. اذا انا غنحتاج القياس اللي بغيتيو ديال البيض، انا خديت هنايا 3 متوسط الحجم. بالنسبه خديت شويه ديال الحليب، يعني تقريبا شي 4 المعالق كبار ديال الحليب السائل. وغنحتاج الملح، كمون، وزيت الزيتون، وطبيعة الحال الزبدة اللي غادي نعمل بها البيض. اول حاجة كنعمل هنايا الزبدة تذوب، هي الزبدة، وغادي نضيف الملح، وبالنسبة للحليب، اذا بالنسبة للحليب فخص يكون دافي، يكون سخون ما يكونش بارد. هنايا بعد ما الزبدة دارت لي ضفت عليها الملح، فغادي نضيف دابا البيض، وغادي نقص درجة الحرارة. غادي نخلي بما طاب هاد ابيض البيض يطيب شي شويش كما كتشوفو هاكا. عاد دابا غنضيف الحليب لي سخون، تنضيفو هاكا البيض. وغادي نغطيو عليها، نغطيو عليها تقريبا على ما يطيب لي هاد البيض. البيض غادي نعلي عليه باش ينشفوا لي كاع هذوك الحليب المواد، الحليب والبيض، نخليهم السوائل كلهم ينشفوا. وملي تنحسوا بها هكذا نضج، عاد تنحل هاد سفر البيض، ما كنبغيش نخليهم هكذا حتى هو يطيب، حتى هو يكون طيب مزيان. غادي نولي نغطي عليه باش ينضج هذاك اسفل البيض، ونمر للتقديم. كما قلت لكم الاحسن تكون المقله ما كتلصقش. اذا الان غادي نزينو بكمون، كنقدمو في طال، وكنعملو من فوق زيت الزيتون بهذه الطريقه كيعملوها الناس الشمال، كتجي غزاله. اذا هذا هو الشكل ديالو.